حافظ فريق جمعية عين مليلة وشبيبة بيجاي على ريادة بطولة المحترفية الثاني، واغتنم جمعية عين مليلة فرصة استقباله لشبيبة سكيدة في قمة الجولة ليحقق فوزا ثمينا بفضل هدف يتيم ولكنه ثقيلا في الميزان دعم به مركزه في الصدارة رفقة شبيبة بيجاي التي حققت فوزا جديدا على حساب مولودية سعيدة. فوز اللي هديناه لكل صباح الليلة مش حتى لكل اليوم الجمهور اللي كان في مستوى إن شاء الله نتعاونوا يعني كل لاعبين جمهور باش نوصلوا للفريق ولا الهدف نشوفوا. والحاجة الأولى نقول له الحمد لله على الفوز هذا وعلى ثلاث نقاط خاصة اللي تخلينا دائما في مرتبة مريحة. الجولة 23 لم تخدم بالمقابل مولودية بيجاية التي عادت بنقطة واحدة من تنقلها إلى غليزان. تعادل جعل الموب تتراجع إلى الصف الثالث بفارق نقطتين فقط عن الرائدين، وهو ما يجعل الجولات المتبقية مثيرة وواعدة. من جهته حقق أولمبي شلف فوزا صعبا ولكنه ثمين على حساب شباب باتنا، وبفضل هذا الانتصار ارتقى الأولمبي إلى المركز الرابع. حاجة برك اللي اليوم ربحناها لا كونفيونس عاود رجعت، وجو بونس كو ان شاء الله يكونوا لي زيطا في صالحنا ونرزقوا ونشونجيو لوبجيكتيف. احنا نحاولوا درك المقابلات الجايه باش يعني لازم علينا درك نفوزوا عليهم ونبقاو نقاوموا لاخر جوله ان شاء الله. في ذيل الترتيب حقق شباب عين الفكر ورائد القبه وإيدة ليمسان انتصارات ثمينه في سباق البقاء ضمن حظيره الرابطه الثانيه، في حين تعقدت وضعية كون من مولودية العلمة وغالي معسكر بعد خسارتهما في هذه الجولة.